واحد كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 840 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي غرام. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم ضبط كمية أخرى من نفس النوع قدرت ب 270 كبسولة بأحد مساكن المشتبه فيهما، كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 405 ألف و500 دينار جزائري يعتبر عائدة ترويج هذه السموم.